إذن مشاهدينا خلينا نروح مع بعض لمنطقة عسير وبالتحديد لفكرة مميزة حولها صاحبها لمشروع غير ربحي لدعم الفن والفنانين في كل المجالات الفنية. أطلق على هذا المشروع اسم محيي استديو. زميلنا محمد الغانم نقل لنا التفاصيل في التقرير التالي. نحن في هذا المكان الذي كان حلما بالأمس، ومع العمل الدؤوب والصبر والإصرار أصبح واقعا لصاحبه الفنان حسين محي، الذي هيا كل زوايا هذا المبنى لدعم الفن والفنانين في جميع المجالات الفنية بمختلف أنواعها. طبعا فنان تشكيلي لي العديد من الأعمال، و يعني من قبل يعني 25 سنة تقريبا، وأنا يعني لي مشاركات في المعارض وفي الورش والدورات التشكيلية. حرصت يعني أنه أتابع يعني الفنانين اللي مثلا قبلي بمراحل كبيرة، وحاولت التعرف عليهم، وحاولت أنه أطور من نفسي ومهاراتي في مجالي الفني. عانيت من أشياء بسيطة اللي هي الحصول على المعلومة، فممكن يكون نتاج مشروعي اللي هو محي استوديو يعني من الفكرة هذه اللي هي المعلومة اللي احنا كنا نبحث عنها. فبيكون إن شاء الله محي استوديو اللي افتتحناها مؤخرا نقطة لكل فنان في منطقة عسير بإذن الله. الفن يمثل جزءا أساسيا من الحياة الإنسانية، ويساعد على تعزيز الثقافة والتراث والهوية الوطنية والتعبير عن الذات، وهو ما يؤمن به هذا الفنان الذي سخر من ماله وجهده لهذا المشروع الفريد من نوعه. طبعا فكرة محي استوديو هي فكرة راح تكون بإذن الله يعني داعمة للفنانين في منطقة عسير، سواء في مجال الفن التشكيلي أو الموسيقى أو الأزياء أو التصميم، صناعة الأفلام والمسرح والعديد يعني من الفنون. حرصنا أنه ندعم الشباب بشكل غير ربحي، بحيث أنه يلقوا مساحات فنية يستطيعوا أن يمارسوا هواياتهم فيها. الفكرة أنه نصنع شيء ما كان موجود عندنا زمان، إحنا كنا محتاجين يعني في وقتنا، فإحنا نحاول من خلال المشروع هذا أني أعطي فرصة لكل فنان أنه يلاقي فرصته، حتى في اللقاءات، حتى في أنه يستفيد من الفنانين الكبار اللي سبقونا يعني، أو اللي حتى في جيلنا. فبذلك هو يعني يسهل عليهم الوصول لمبتغاهم من فنهم بإذن الله. طبعا محي استوديو يحتوي على العديد من الزونات، من ضمنها جاليري لعرض الأعمال الفنية التشكيلية والفوتوغرافية. يوجد بالمكان أيضا مجلس ثقافي ومكتبة، وأيضا مجلس موسيقي، كما يوجد العديد من عدة التصوير واستوديو تصوير أيضا في المكان. حرصت برضو أنه يكون فيه كافي شوب لخدمة المكان، وأيضا خدمة إنترنت، مكاتب للباحثين، للمهتمين، للراغبين بالتصفح يعني حتى الانترنت. احنا نحمد الله أقمنا برضو شراكات مع العديد من الأندية والفرق الشبابية في المجالات الفنية، وحرصنا على إقام فعاليات لمواكبة رؤية المملكة 2030 في إنجاح هذا المجال الفني والثقافي. مثل هذه المشاريع تهدف إلى خلق بيئة مناسبة للفنانين وتعزيز روح الإبداع لديهم، ولكنها في المقابل تحتاج إلى الدعم لاستمرارها. من مدينة أبها، محمد الغانم، روتانا خليجية. الشكر الجزيل للزميل محمد الغانم على هذا التقرير. مشاهدينا مكملين معكم بعد هذا الفاصل.